ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. احتفل الممثل المغربي محسن مالزي أمس السبت 10 أكتوبر الجاري بحفل زفافه رفقة عائلته وعائلة زوجته خلود وهبي، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة جراء تفشي الكوفيد 19. ونشرت المغنية والممثلة سحر الصديقي زوجة شقيق مالزي مقطع فيديو يوثق للحظات من الحفل على حسابها بالإنستغرام، حيث ظهر العروسين وهما يأخذان الصور رفقة أفراد العائلة. وأرفقت الصديقي مقطع الفيديو بتعليق أوردت فيه: هنيئاً لأخي محسن وزوجته خلود، كل السعادة إن شاء الله. وكان مالزي الذي تألق في مسلسل الوجه الآخر قد طلب خلود للزواج بطريقة رومانسية أمام أصدقائه، بحيث ظهر في شريط فيديو وهو يقدم لها خاتم الزواج في مقهى أمام الزبناء. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.